بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. يعز علينا اليوم أن نودع أبونا ورعينا وحبيبنا وحبيب نفوسنا كلنا نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقفنا المحبوب، الذي كنا دائما نشعر بأبوته ونشعر بمحبته. تعبت كثيرا، وقف معايا وقفة أب مع ابنه في عملية زرع الكبد سنة 2004، شجعني على أن أعمل العملية، وشجعني على أن مهما كلفت ومهما كان الأمر، وقف معايا وقفات كثيرة جدا جدا من 30 سنة أو أكتر من 30 سنة وأنا بأخدم معاه في حبريته. لم أشعر في يوم من الأيام، كل ما أشعر به هو أبويا وهو رعينا. دائما الخدمة ما كنا نقابل فيها مشاكل وتعب، ولكن عندما كنا نلتجئ إليه ونجلس معه ويصلينا نحس كل المشاكل انتهت، ونحس جبل وراح من علينا. كان أب لنا كلنا، محب لنا كلنا، كان محب للخدمة جدا جدا. كان يفرح عندما نكلمه عن نجاح أي خدمة من الخدمات، وكان دايما يشجعنا بكلمات جميلة كده ولمسات محسوسة، لمسات أبوية. صعب علينا وصعب علي جدا أن أنا النهاردة نيجي علشان نقف الوقفة دي وعلشان نودع أبينا وأسقفنا المحبوب. هنودعه إلى فين؟ إلى السماء؟ هنودعه إلى الحياة الأبدية؟ هنودعه إلى المكان الذي نذهب إليه جميعنا؟ هنودعه إلى أحضان السيد المسيح؟ نقول لك كده، أذكرنا يا سيدنا، أذكرنا في صلواتك، أذكر كنيستك، أذكر شعبك، أذكر أولادك يا رب، أذكر أولادك، أذكرنا في صلواتك. وهنيئا لك، هنيئا لنيافتك الحياة الأبدية، هنيئا لنيافتك السماء، هنيئا لنيافتك الفردوس، هنيئا لنيافتك الحياة التي لا يوجد فيها بكاء ولا يوجد فيها تعب ولا يوجد فيها مشقة ولا يوجد فيها ألام. نيافتك تحملت الكثير والكثير، وبالذات آخر الأيام المرض أو الأمراض تحملتها كلها بشكر، وتحملتها كلها على أن الألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. صلينا نتحمل، صلينا اللي أعانك يعنا، صلينا ربنا ينجح خدمتنا وينجح حياتنا، صلينا أن الشيطان يبعد عننا، صلينا أن احنا نمشي في طريق الحياة ونبعد عن طريق الموت ونبعد عن الأمور كلها اللي هي ممكن تبعدنا عن السماء. صلينا أن ربنا يرحمنا وربنا ينقذنا من هذا العالم، وينقذنا من جسد هذا الموت. كما تحملت صلينا أن احنا نحتمل، وكما صبرت صلينا برضو أن احنا نصبر. صلينا في كل حاجة، صلينا أن احنا نعيش في سلام، نعيش في هدوء،
نكمل أيام غربتنا كده بالسلام زي ما عانك ربنا يعيننا إحنا أيضا. صلى من أجل الكنيسة، صلى من أجل شعبك. ربنا ينيح نفسك في فردوس النعيم بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تادروس الثاني، وبصلوات أيضا اللجنة المركزية نيافة الأنبا مطرنا المحمول الأنبا بيمن، وأسقفنا أيضا الأنبا يؤنس، والأنبا بجول أسقف الدير المحرم، وأعضاء المجمع المقدس، وكل الكهنة، كل كهنة الأبرشية. صلينا سيدنا ربنا.